فيكال اوكالت بلاد تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالفيكال اوكالت بلاد تيست. في البداية هنبتدي بالسينونيم او الاختصارات اللي بنستخدمها. الفيكال اوكالت بلاد تيست ممكن نختصره بالاف او بي تي، وكمان ممكن نختصره بالاف او بي كانسر تيست. السبيسمن اللي بنستخدمها، بنستخدم عينة الفيسز، الريفرنس فاليو نيجاتيف، ميثود اوف ميجرمنت. بنقدر نقيس الفيكال اوكالت بلاد بطريقتين. الطريقه الاولانيه بنسميها الجوياك تيست، والطريقه الثانيه بنسميها اميونو كيميكال تيست. الفيكال اوكالت بلاد تيست عباره عن كواليتاتيف ديتكشن اوف بلاد هيموجلوبين ان فيكال سبيسمن، بمعنى ان هو ما بيحددش كميه البلاد الموجوده في الاستول، ولكن بيدي انديكيشن هل البلاد موجود او مش موجود. الفيكال اوكالت بلاد refers to small amount of blood in this tool which is not visibly detectable، بمعنى ان هي بتبقى هايدن واحنا بنسميها اوكالت. وبالتالي لو في هيمروج بكميه كبيره والبلاد ظاهر على الستول، في الحاله دي انا ما بحتاجش اعمل الفيكال اوكالت بلاد تيست، بنستخدمه فقط في الحالات اللي ما بيظهرش فيها اي بلاد على عينه الستول بالفيزيكال اكزامينيشن او بالعين المجرده. الانديكيشن او why we measure الفيكال اوكالت بلاد تيست. الفيكال اوكالت بلاد تيست is mainly performed for colorectal cancer screening especially patient over 50 years old، بمعنى ان الاختبار ده هنستخدمه كتيومر ماركر، وخاصة للكانسر اللي بتحصل في الجاسترو انتستينال تراك زي الكولوريكتال كانسر، وبيبقى دايما انديكيتد في العمر بعد 50 سنة. كمان الفيكال اوكالت بلاد تيست also performed in the evaluation of anemia، بمعنى ان احنا بنستخدم الفيكال اوكالت بلاد تيست عشان نقدر نكتشف اسباب الانيميا، وخاصه الايرن ديفيشنسي انيميا، لان الهيمورج المستمر داخل الانتستين بيؤدي للايرن ديفيشنسي انيميا. الانتربريتيشن، الفيكال اوكالت بلاد تيست بيدي بوزيتيف ريزلت في حالات الكولوريكتال كانسرز زي اللي هو موجود في الصورة. ظهور الكانسر في الجاسترو انتستينال تراك في البداية بيبقى مناطق صغيرة جدا بتؤدي لظهور البلد في الفيسز، عشان كده بتدينا بوزيتيف فيكال اوكالت بلد. ومن مميزات الفيكال اوكالت بلد تيست انه بيعمل ايرلي ديتكشن اوف باول كانسر، وده طبعا بيدينا ميزة كبيرة جدا، لان الايرلي دياجنوزيس اوف باول كانسر بيدينا بيتر تشانس اوف كانسر كيو. عشان كده الفيكال اوكالت بلاد واحد من الاختبارات المهمه فور دايجنوزيس اوف كولوريكتال كانسر. السبب الثاني للبوزيتيف اف او بي تيست وهو الجاسترو انتستينال ulcers، ممكن تبقى موجوده في الاستومك او موجوده في الانتستين، وبتؤدي لسمول هيمرج، عشان كده بتدينا بوزيتيف ريزلت فور اف او بي تيست. كمان البوزيتيف ريزلت بتبقى موجوده في حالة وجود الانتستينال بوليبس، عبارة عن small growths on the inner lining of the large intestine سواء في الكولين أو الريكتم، زي ما احنا شايفين في الصورة small growths دي اللي احنا بنسميها البوليبس تبقى موجودة في large intestine وبتؤدي للsmall hemorrhage، عشان كده بتدينا positive FOB test. السبب اللي بعد كده اللي بيؤدي للبوزيتيف اف او بي تيست وهو الهيمورويدز. الهيمورويدز عباره عن سوولن فينز ان لوور ريكتم، زي ما هو باين في الصوره، يا اما بيبقى انترنال هيمورويد او اكسترنال هيمورويد، وفي حاله الرابشر للفين بيؤدي للسمول هيموريدج، وبالتالي بيؤدي للبوزيتيف اف او بي تيست. كمان الانفلاماتوري باول ديزيزز والكولايتس بتدينا بوزيتيف فيكال اوكالت بلاد تيست، لان طبعا الانفلاميشن بيؤدي لوجود هيموريدج، عشان كده البلاد بيبقى موجود في الفيس. كمان الاف او بي تيست بتدينا بوزيتيف ريزلت في حاله دايفيرتيكولوزيس، عباره عن وجود سمول باوتشز او ساكس بتعمل بوشينج اوتورد through weak spot in the wall of colon، زي ما احنا شايفين في الصورة بنلاقي ان diverticulosis بتعمل sacs او pouches في ال wall of colon وبتؤدي لظهور الهيموريدج، عشان كده ال FOB test بدينا positive results. الميثود اوف ميجرمنت اوف فيكال اوكالت بلاد او الاختبار وهو الجوياك تيست، ف
for fecal occult blood. الجياك تيست عبارة عن non-specific test، بمعنى ان هما بيقدرش يحدد سبب الهيمولوج الموجود في الستول، عشان كده هنسميه non-specific. والجياك تيست يعتبر واحد من الموست يوزد تيست، واحد من الاختبارات المهمة واللي بتستخدمها بكثرة for detection of fecal occult blood، لانه هو cheap test or have low cost. والFOB test بيعمل detection للبيروكسيديز activity of heme موجودة في الستول، سواء of human or animal origin. البرينسبل اوف جوياك تيست، زي ما قلنا الجوياك تيست بيعتمد على بيروكسيديز اكتيفيتي للهيم الموجود داخل الهيموجلوبين اللي بيبقى موجود في الستول نتيجة للستركشر اوف ريد بلاد سيلز. عشان كده الهيموجلوبين لما بيتفاعل مع الهيدروجين بيروكسيد بيدينا الاكسجين، بعد كده الاكسجين بيتفاعل مع الجوياك رياجنت اللي بيبقى كولر ليس الموجود على التيست بيبر، وبعد عملية الاكسيديشن بيتحول الجوياك رياجنت لأكسيدايز جوياك، عشان كده بيتحول الكولر بتاعه من الكولر ليس للبلو كولوريشن زائد خروج الوتر. البروسيجر اللي احنا بنستخدمها في الجوياك تيست، الجوياك تيست is performed on paper slide that coated with جوياك reagent. زي ما احنا شايفين في الشكل قدامنا بيبقى الجوياك reagent موجود على البيبر سلايد اللي هي لونها ابيض داخل التيست كارد، وبيبقى موجود مكانين الـ A والـ B. بعد كده بنعمل application لـ small portion من الستول على البيبر سلايد، طبقة صغيرة جدا بنعملها على السيرفس للبيبر سلايد في المنطقتين الـ A والـ B. ويفضل الجزء اللي بنعمله application على البيبر سلايد نكون مجمعينه من أكتر من مكان من عينة الستول. بعد كده بنعمل addition للديفولبر سوليوشن كونتيننج هيدروجين بيروكسيد، بنعمل ابلكيشن على المنطقه A والمنطقه B، وبنلاقي ان التيست كارد بيبقى ليه تو سايدز، وان سايد اوف ذا كارد از ماركت فور ابلكيشن اوف ذا ستول اند ذا اذر از فور ذا ديفولبر فلو. بمعنى ان احنا في سايد بنعمل ابلكيشن لعينه الستول زي في الشكل A، والسايد الاخر بنعمل ابلكيشن للديفولبر زي في الشكل B. لو البلد present in the fecal specimen, the iron in the hemoglobin catalyzes the reaction between guaiac reagent in the paper and the hydrogen peroxide. وبعد انتهاء الرياكشن بيعمل formation للبلو color زي ما هو باين في الكارد الموجود على اليمين، بنلاقي بعد اتمام عملية الرياكشن بنلاقي الكولر بيتحول للبلو coloration، وده بيدينا indication على positive results. الجوياك تيست احيانا بيدي false positive results، وده بيحصل في حالة high meat diet او وجود البيروكسيديز containing food such as turnip او certain vegetable واللي بتحتوي على chemical with peroxidase properties. كمان وجود الايرن supplement بيدي false positive للجوياك fecal occult blood test. كمان الfalse positive result بتظهر مع الجاستريك irritant زي في حالات non-steroidal anti-inflammatory drugs بتدينا false positive because of the minor bleeding ZND، بمعنى ان non-steroidal anti-inflammatory drugs تعمل erosions داخل gastrointestinal tract، عشان كده بتدي small hemorrhage وبالتالي بتدينا false positive results، لان ده طبعا يبقى نتيجة للدراج مش نتيجة للdisease او cancer في gastrointestinal tract. كمان الجوياك تيست بتدينا false negative results في حالات الهاي دوز اوف فيتامين سي اور فيتامين اي سبلمنتس، كمان في حالات وجود السيترس فروتس كان جيف فولس نيجاتيف ريزلتس، وده بيحصل نتيجه للانتي اوكسيدنت بروبرتس للفيتامين اي والفيتامين سي، والانتي اوكسيدنت بروبرتس بتعمل انهيبيشن فور كولر رياكشن، وبالتالي كل السبلمنتس او الفود that gives false positive or false negative should be avoided for 3 days before the test. بمعنى ان احنا لازم نوقف كل الادوية او كل الاكل اللي بيأثر ويدينا false positive او false negative لمدة 3 ايام قبل ما بنعمل الجوياك FOB test. الاختبار التاني اللي احنا بنستخدمه for FOB test وهو الاميونوكيميكال تيست. الاميونوكيميكال تيست detects الاوكلت بلاد in the stool uses specific antibodies to detect human globin، بمعنى ان الاختبار ده بنستخدم فيه الانتيبوديز اللي بتعمل detection للجلوبين الموجود in human hemoglobin.
وبالتالي الاميونوكيميكال تيست ديتكت ذا جلوبين ان فيسز رذر ذان هيم. في الجويات تيست كنا بنقيس البروكسيديز اكتيفيتي للهيم، ولكن في الاميونوكيميكال تيست بنعمل ديتكشن للجلوبين. وبالتالي طالما بنعمل ديتكشن للجلوبين ذيس تيست ار مور سنسيتيف اند سبيسيفيك فور لوور جاسترونتستينال تراك بليدنج. واحنا بنستخدم الاميوني كيميكال تيست فور لوور جاسترونتستينال تراك بليدنج فقط لان الجلوبين moiety of hemoglobin is a protein and is rapidly digested in the stomach or small intestine. بمعنى ان الجلوبين اللي احنا بنعمل له detection ده عبارة عن بروتين اثناء نزوله مع الاكل في الاستومك او السمول انتستين بيحصل له digestion عن طريق التريبسين والبروتيز اللي بتبقى موجودة في الانتستين. عشان كده it is no longer detectable by immunochemical test. بمعنى لو سبب البليدنج من الاستومك او السمول انتستين بالتالي مش هنقدر نعمل له ديتكشن عن طريق الاميونوكيميكال تيست لان الجلوبين حصل له دايجيشن ما بقاش موجود في الاستومك. عشان كده الاميونوكيميكال تيست فور فيكال اوكالت بلاد بيعمل ديتكشن للبليدنج في اللور جاسترونتستينال تراك. في الاميونوكيميكال تيست بنستخدم كواليتاتيف ساندويتش داي كونجوجيت اميونو اسي زي ما احنا شايفين في الكاسيت اللي بيبقى موجود واللي بنستخدمه في الاختبار. بيبقى موجود ثلاث اماكن. المكان الاولاني بنسميه السامبل باد، بيبقى موجود فيها الكونجوجيت وهو عباره عن انتي بودي ويز كولويدال جولد. المنطقه الثانيه وهي التست لاين اريا، بيبقى موجود فيها الانتي بودي تيست لاين وبيبقى فيها انتي هيومن هيموجلوبين انتي بودي. الجزء الثالث وهو الكنترول لاين اريا، بتحتوي على انتي بودي كنترول لاين، بتحتوي على انتي بودي ذات بايند ويز كونجوجي. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الانتي بوديز، الانتي بودز الاولاني الموجود في الكونجوجيت والانتي بودي الثاني الموجود في التيست لاين، وده بيبقى انتي هيومن هيموجلوبين انتي بودي. والنوع الثالث عباره عن انتي بودي ذات بايند كونجوجي. اما بنعمل ابلكيشن للسامبل زي في المثال الاولاني، لو العينه الاستور فيها هيموجلوبين بعد كده بنلاقي الكونجوجيت بيتحد مع التست لاين اريا نتيجه لان الانتي بودي ضد الهيومن هيموجلوبين بتتحد مع الهيموجلوبين اللي حصل له بايندينج مع الكونجوجيت. وفي منطقه الكنترول لاين اريا بيحصل بايندينج ما بين الانتي بوديز ضد الكونجوجيت. علشان كده بتظهر النتيجه زي ما احنا شايفين، بنلاقي الخطين خط التست وخط الكنترول بيبقوا باينين. ولكن في حاله لو العينه بتبقى نيجاتيف بنلاقي ان التست لاين اريا ما بيحصلش فيه اي رياكشن، ولكن الرياكشن بيحصل فقط في الكنترول لاين اريا لان الانتي بودي بتتحد مع الكونجوجي. ولكن طالما مفيش هيموجلوبين بيبقى التست لاين مفيش اي بايندينج. عشان كده بنلاقي في النتيجه ان الكنترول لاين فقط هو اللي ظاهر، ولكن التست اريا بتبقى فاضيه مفيهاش اي لون. الخطوات اللي احنا بنعملها في الاميونوكيميكال تيست، بناخد جزء صغير من الفيكال سبيسمن وبعد كده بنحطه على البافر سوليوشن وبنعمل ميكسينج. بعد كده البافر سوليوشن بنعمل له بليسينج انتو تيست ديفايس في منطقه السبيسمن اريا. بعد كده عن طريق الكابيلاري اكشن بيحصل موفمنت للعينه، واحنا بنسيب الكاسيت لمده 5 دقائق عشان يحصل مايجريشن للبافر سوليوشن ثرو ذا تيست ديفايس وبتتم عمليه الرياكشن. بعد كده بنقرا التيست ريزلت والبوزيتيف ريزلت، بنلاقي التيست لاين والكنترول لاين الاثنين ظاهرين في منطقه الريزلت ريدنج اريا. وبالتالي الفيكال اوكالت بلاد تيست هو عبارة عن الديتكشن للهيموجلوبين داخل عينة الستول. بنقدر نكتشف الهيموجلوبين يا إما عن طريق الجزء اللي احنا بنسميه الهيم، وده بنكتشفه عن طريق الجوياك بيروكسيديز تيست، أو بنقدر نكتشف الهيموجلوبين عن طريق الجلوبين باستخدام الاميونوكيميكال تيست. في الجوياك تيست بيحصل انترفيرنس للريزلت عن طريق وجود الميت أو سيرتين بلاند فود أو الفيتامين سي أو النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. دي كلها تدينا يا اما فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف. بينما في حاله الاميونوكيميكال تيست ما بيبقاش في اي انترفيرنس من السبلمنت او من الفود. الاوريجين اوف ديتكتد اوكالت بلاد، الجوياك تيست بتعمل ديتكشن للبلاد في الانتاير جاسترونتستينال تراك، ولكن الاميونوكيميكال تيست بتعمل ديتكشن في الكولوريكتال اريا اللي احنا بنسميها اللور جاسترونتستينال تراك. الابريفيشن المستخدمه في حاله الجوياك
تيست بنحط حرف الجي في الاول فبتبقى الجي اف او بي تيست، بينما في حاله الاميون كيميكال تيست بنختصره بالاف اي تي فيكال اميون كيميكال تيست، او بنختصره بالاي اف او بي تي اميون كيميكال فيكال اوكالت بلاد تيست. Sensitivity of fecal occult blood test بتعتمد بشكل كبير جدا على التايمين، لان احيانا result of single fecal sample should be interpolated continuously نتيجة للhigh rate of false negativity associated with the test، بمعنى ان عملية البليدنج بتبقى intermittent او متقطعة، فلو احنا بنقيس الفيكال اوكلت بلاد تيست مره واحده فممكن يصادف في الوقت اللي مفيش بليدنج، عشان كده بتدينا فولس نيجاتيف ريزلتس. علشان كده بنستخدم 3 كاردز ايتش اون ديفرنت دايز از ريكومندد تو امبروف سنسيتيفيتي، بمعنى ان احنا بنعمل ابلكيشن للاختبار 3 مرات في ايام مختلفه، ويفضل ما بين الاختبار والتاني 3 ايام، بحيث ان احنا بنزيد من السنسيتيفيتي للتيست، لان احنا بنقدر نكتشف اي انترميتنت ليدنج موجود في الجاسترو انستاينال تري. وبالتالي احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالفيكال اوكلت بلاد تيست، وعرفنا ان الفيكال اوكلت بلاد تيست يوز تو ديتكت مايكروسكوبيك ليدنج انتو جاسترو انستاينال تري. كمان عرفنا الكوزز اللي بتدينا بوزيتيف ريزلت اوف فيكال اوكلت بلاد، زي في حالات الباول كانسر، البوليبس، الهيمورويدز والكولايتس. الانديكيشن or why we measure fecal occult blood نستخدمها for screening for patient over 50 years old for gastrointestinal blood loss and cancer. The normal value of FOB test تبقى negative. How is the test done? The FOB test is performed on this tool يا إما باستخدام الجوياك FOB test أو الميونوكيميكال FOB test. Is FOB test enough to diagnose the bowel cancer? No. لأن زي ما احنا قلنا الاختبار بيبقى non-specific، عشان كده further evaluation زي colonoscopy are required.